سور وقلعة وحصن، ثلاثية الجمال هنا في مدينة بهلة العمانية. شواهد يعود تاريخها لما قبل الإسلام، أما الحكايات الشعبية عنها فكثيرة حتى باتت تعرف بمدينة الأساطير. تقول الأسطورة إن هذه المدينة عرفت على مدار التاريخ بأنها موطن الجن ومكانه المحبب. التجول هنا لا يقودك إلى الوجهات السياحية فحسب، بل يتيح سماع أهم الروايات الشعبية المتداولة عن هذه المدينة. طبعاً هذه الجولة هي من ضمن مشروع عمان تحت المجهر. القلعة شاهد حي على الحضارات القديمة التي عاصرتها سلطنة عمان، رغم أنه مكان تاريخي ولكن يدخل من ضمن الأساطير الشعبية العمانية. ميثا وغيثة شقيقتان ستسمع عنهما الكثير ما إن سألت عن سور بهلة السحري أو عن شبكة القنوات المائية المعقدة المعروفة بالأفلاج. فالمرأة حتى في حكايات عمان الشعبية مصدر قوة ومحط إعجاب وتقدير. طبعا هذه الأخوات ثنتين من السحرة أو النجونة من الجن، لكن هن من السحرة أكثر شيء، فتكفلا بحماية البلد. كانت في هناك من الجماعات الغزاة يجيوا لبهلة وينهبوا منهم اللي هن الزراعة والحنطة واللي البر احنا نقول عنه والمزروعات، فأجت الثنتين الأخوات هذولا وتكفلا بهذا الشيء، فإحداهن شقت الفلج على أساس أن الناس للزراعة وتشرب، والأخرى بنت السور للحماية. قلعة بهلة التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي قبل أكثر من 3 عقود اختلفت بشأنها الروايات، فثمة من يجد بأن عالم الجن كان يرعاها بعد أن جعلها مسكنه الخاص، وهناك من ربطها بالنبي سليمان. طبعا القلعة بنيت قبل الإسلام، ومن ثم في دولة النباهنة، ومن ثم في دولة اليعاربة. وما يميز قلعة بهلة استمرارية الاستخدام من بنايتها لغاية حكم مولانا حضرة صاحب الجلالة طيب الله ثراه. طبعا ولاية بهلة تتميز بقلعتها الشهيرة، أيضا تتميز بسورها الذي يطول 12 كيلو، أطول من 12 كيلومتر، وأيضا بالأسواق التراثية والشعبية. السوق هنا أيضا غني بتلك الأساطير، ولربما هو أكثر الأجزاء غموضا وإثارة، إلا أن السكان المحليين يفضلون إغلاق أبواب تلك الحكاية لعدم إثارة الهلع بين رواده. وما بين عاشقي جمال المدينة والباحثين عن حقيقة أساطيرها تزداد الحركة السياحية، لكن الثابت الوحيد اليوم هو أن جميع تلك القصص ورثها العمانيون ولم يرثوا دليل إثباتها. أنا استحياري المملكة، سلطنة عمان.